طبعا ده كويز 3 اللي هو على المراجعه الايه الثالثه. طبعا اول جمله بيقول choose the correct answer. He can hardly walk. هو بالعافيه او هو بالعافيه اللي انا عملته ده هو بالكاد او بالعافيه بيقدر ايه يمشي. هو he can hardly. لاحظوا ان كلمه hardly زي ما قلت لكم هي كلمه نافيه. لما نتكلم على الكويشن تاج قلنا في كلمات زي never some never و rarely scarcely و neither و none. دي كلمات نافيه فالسؤال بتاعها ايه يبقى ايه مثبت. ساعه ما كنت اغني لك في الحصه اقول لك النافيه اهو مش ناهو. بص النافيه اهو مش ناهو. وانتوا بتضحكوا ساعتها النافيه اهو مش ناهو. يبقى هي كان هارد الوك. ما تجيش بسذاجه تقول كانت لان انت اوتوماتيك كان كانت ووز وزنت هاز هازنت هاف هاف ماشي. الكلام ده لو مش موجود هاردلي يبقى كانت ما تنفعش اصلا. يبقى السؤال كان هي لان النافيه اهو مش ناهو. النافيه اهو. عمر از ا فريند اوف وي اس اور اورز. البروناونز ودي حاجات تراكميه مهمه جدا. مش هقول ا فريند اوف وي ما ينفعش. وي طبعا ده ايه ضمير فاعل. اس مفعول ما ينفعش في التعبير ده اقول ا فريند اوف اس. اللي بيجي بعدها هنا ضمير ملكيه ومش اور لا اورز اللي هي لا تتبع بشيء. يبقى عمر از ا فريند اوف اورز. افتر ذا جوب هي جت ماريد. عارف برضو الحمار وما تزعلش مني ان انت عاملها هات جت وروح شوف هتلاقي نفسك عاملها هات جت. افتر ما فيش فاعل بعديها تتبع بفيرب بلس ان جي. لكن افتر هي هات جت لو قلت بقى حدثين حدث في الماضي لكن ما فيش فاعل. يبقى افتر getting. Can you give me apple on the table please. انت شغال وانت بقى an apple an orange an apple. فابل تاخد انا يا مستر يا ابني الله يهدي الله يهديك قصدي. Can you give apple on the table please. بحدد وبخصص يبقى الاجابه ذا. Can you give me the apple on the table. Can you give me the book on the table. بحدد. Have you read. انت قريت the book. I have plenty. يقول لي ده سلفته لك. يبقى هنا انا بحدد. بسم الله. He is a boy broken my glasses. خلي بالك بقى ان دي حته مهمه جدا. ده الولد broken. Broken the past participle تصريف ثالث. هو ابوستروفي اس دي او ابوستروفي ايه بقى؟ هاز. ويتش اولا ويتش خلاص ما ينفعش اصلا. ولا وين؟ ولا هوز. هوز تتبع بالملكيه وهنا بقى بيلعب هنا على الفرق بين هوز وهو ابوستروفي اس. هوز دي ده نادر. هوز وايف هوز سيستر هوز ماذر هوز براذر. يبقى دي هوز. لكن هي هو هاز دي اختصار هو هاز لانها مطبوعه باست بارتيسيبل. دي هو هاز بروكن. I had my car last week. I had my car repaired. Repair repairing to repair. قلت لك لو جاب الكوزيتيف وجاب لك الشخص وكنا بنغنيها في الحصه كده مع هاف مصدر مع جيتو مصدر مع هاف مصدر مع جيتو مصدر. ده لو جاب الشخص مع هاف او جيت. لو جاب الشيء تصريف ثالث. فاكر الاغنيه دي؟ مع هاف او جيت مع الشيء تصريف ثالث. فين التصريف الثالث؟ I had my car repaired. يعني عربيتي اتصلحت لي وانا قاعد بشك كده وده البوزيتيف ان حاجه اتعملت لك دون تدخل من احد. After I returned home. هنا في ثلاث ازمنة. بعد ما رجعت I found اكتشفت او وجدت that my clothes ان الملابس بتاعتي by my sister. يبقى had ironed اتكوت. had ironed اتكوت ولا اتكوت؟ طبعا اولا عندي تو اكشنز اهو حدثين حدثوا في الماضي لما وصلت اكتشفت. يبقى في الحدث الاول الفيرست اكشن ده الباست بيرفكت بس هنا صيغه في الباسيف. يبقى الملابس كانت ايه بقى؟ had been ironed. Women should take part in political life as men. قلنا في رايي الشخصي اللي هو الادفيرب اللي هو بيصف جمله اللي بياتي في بدايه الجمله. بيرسون يعني شخص. بيرسونال شخصي. بيرسونالي في وجه في ايه؟ في وجهه نظر الشخصيه وفي رايي الشخصي. بيرسوناليتي اللي هي شخصيه. مش هبدا ببيرسوناليتي ولا هبدا ببيرسونال ولا هبدا ببيرسون. وخلي بالك في كوم هي بعديها. يبقى personally اللي هي في رأيي الشخصي اللي هي in my point of view. She usually works hard.
هي دايما بتعمل بجد. She herself in her work. She freezes بتحرر نفسها. Immerses بتغمس نفسها. الشغل شفت الاستعارة بتغمس نفسها يعني بتبص تبقى في قمة الشغل. طبعا ما ينفعش avoid يتجنب ولا imagines بتتخيل نفسها. The eye of the woman as a as يا ري الألم والنبي فين يا عم. The eye of woman ايوه the eye of woman as a homemaker no longer exists. She now holds key positions around the world. طبعا خلاص بقى الفكره النمطيه اللي يعني المراه ان هي في البيت و... والكلام الفاضي اللي ملوش لازمه عن المراه. طبعا ده فكر نمطي يبقى ذا ستيريوتايب. ستيريوتايب اللي هو الفكر النمطي عن المراه ان مكانها المطبخ وان هي ما تنزلش وما تشتغلش. ورغينا في الحوار ده كتير. وطبعا قلنا المراه لا تقل اهميه عن الايه عن الرجل بل هي جزء مشارك وعامل مهم جدا في حياته. The writer leaves out certain facts. الكاتب بيحذف حقائق معينه or information. This bias ده الانحياز بالايه بالحذف. لكن انا بحذف حاجه بشيل حاجه وجهه نظر متعارضه معايا. دايما وجهه النظر الواحده كده عايز تضلل الناس. يبقى هي ايه بقى omission اللي هو الحذف. Which of the following sentence has the correct punctuation? أني واحدة من دول بقى فيها علامة الترقيم الصح. وركز في الجملة دي بالله يكرمك. بكز كده. I read treasure island. أنا قريت بص أدي treasure island. أدي هو treasure island اسم رواية درستوها في أولى ثانوي. جزيرة الكنز دي أدي أهي. تي كابيتال وأدي كابيتال أهو وأدي كابيتال بس ما ينفعش كوما في النص. الجملة دي غلط. I read treasure island كله تمام. سيمي كولون ماي فريند ريد كينجلي الجمله صح حتى هي تمام التمام صح. ادي تي كابيتال ادي اهي وادي فعل كابيتال اهو وادي دي كابيتال برضو وادي سيمي كولون اهي وادي فول ستوب. انا قريت جزيره الكنز ولكن اخويا ها دي بديل لبط اهي دي اداه ربط اللي هي السيمي كولون بتربط جملتين. ماي فريند ريد كينجلير وادي كينجلير اسم روايه قصدي اسم مسرحيه كبيره لشكسبير اهي كابيتال اهي. لكن الثانية غلط اللي بيقول I read treasure. بص دي سمول اهي. تعالى I read treasure island ماشي my friend read king lear. بص شوف الخبز دي ال سمول اللي كابيتال اهي. يبقى هنا الإجابة الصحيحة ايه بقى؟ دي يا باشا بالراحة بقى كده I read لا مش دي دي غلط أصلا. I read treasure island اهي سيمي كولون اهي الثانية اهي يا باشا. يبقى دي غلط ودي غلط زي ما قلت لك دي مش صح. تمام. نيجي بقى لقطعه الكومبرهنشن. وقطعه الكومبرهنشن دي بالنسبه لك مشكله والله. In a strange turn of events social media users have shared dubious footage of Egypt iconic sphinx statue. سفنكس اللي هو ابو الهول. جه فتره كده الناس قعدت تشير لك زي ابو الهول هو مغمض. بصوا جايبينه مغمض كده ازاي ابو الهول غمض يعني والناس عماله تتساءل بقى. هو خداع. With its eyes mysteriously closed the original post which has been shared over 6,000 times on Facebook. الخبر عمال يتشير 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 والناس تشير هبل وخلاص. Showcases different photos and videos of the ancient statue with its eyes seemingly closed. ومشارين للتمثال حاجه وعينه مقفوله كده والناس مصدقه. The sleeping من هو ايه؟ ان هو نايم. Photos of the Sphinx have been snapped as fabricated and illogical. يعني انها حاجه مفبركه ومش منطقيه. Fabricated كلمه انجليزي على فكره. Fabricated fabric. Fabrication الفبركه. Fabricated حاجه مفبركه. And illogical ومش منطقيه. As per Ali Abu Dish, an Egyptian antiquities expert, the خبير, and the member of the Federation of Archaeologists Reporters, الأهرام. Nonetheless, ومع ذلك, أبو ديش asserted that the rumor اللي هي الإشاعة rumor provided an opportunity for domestic tourism with a potential for visitors to see the statue for themselves. السياحة بقى الداخلية الناس كلها بدأت في مصر تروح تشوف والناس تقف تعالى نشوف أبو الهول مغمض ليه تعالى نشوف أبو الهول مغمض ليه والناس راح الناس مصدقة. ده يعني عايز يقول لك إن السوشيال ميديا قد تكون مصدر للإشاعات وأنت حمار تصدق في كل حاجة. A source at the ministry
A source, مصدر في وزارة الإيه, the antiquities confirmed, اللي هي وزارة الإيه الآثار وكده, confirmed, أكد, that the photo was a fake of the Sphinx, as it was filmed an eagle opposite the sun, صورت فيلم, على فكرة بتجي فيرب برضو معناه يصور, angle opposite the sun, بزاوية كده معينة, أنت ممكن تضلل بزاوية معينة, يعني ممكن تجيب لك مثلا إيه حاجة مضللة كده, زي مثلا يقول لك إيه تعبان يو مش عارف ينقذ سمكه من الغرق, وجاب لك سمكه كده بتاع انت مصدق ان تعبان يطلع السمكه ازاي مش فاهم, يجيب لك مثلا كلب ماسك حاجه في بقه كده فتفتكر ان هو بيتعدى على حد وتلاقيه هو جايب حاجه وجايبها لصاحبه, يعني دايما في تضليل حتى كمان بالصور, ده ما كانش يجيب لك صور بقى يوديك في داهيه بقى يقول لك دي واحد متجوز ويحطك في فرح ولا حاجه, يبقى استلم بقى ومراتك تقطعك ترانشات. With a weak camera, his features were not shown, which made the picture appear like this. فبطريقة معينة خلي الصورة تبدأ كده. Also reads a post by Tourism Egypt, an Egyptian tourism-focused account on Facebook. In a similar post, it states that the Sphinx makeshift appearance of sleeping and closed eyes can be attributed to various reasons. لأسباب متعددة. A change in angle, تغيير في الزاوية بتاع التصوير. Lighting, الإضاءة. الإضاءة بقى ممكن تدور اللي انت بتصور حد برضه. And the final edit, والإعداد اللي في الآخر. The statue stands in Giza plateau on the west bank of the Nile in Giza. هنا بقى بيكلمك عن إيه؟ تاريخ أبو الهول. أبو الهول ده تاريخ أصلاً. The statue stands بيقف كده on the, إيه؟ the Giza plateau on the west bank of the Nile, Egypt. It was carved نحتة out of the bedrock during the fourth dynasty. ومديك تاريخ الميلادي هو. Making it the oldest ancient Egyptian sphinx represents the kings with the body of a lion. هو بيرمز للملك بجسد أسد. As a demonstration. كمثال demonstrate. يوضح أو يظهر. للpower. للقوة. بيرمز للقوة. The statue has 1 meter wide nose. طبعا مناخير أبو الهول فقدت. بيقول لك nose. فقدت. As it was intentionally broken with instrument at an unknown time. الكلام ده في فترة زمنية ما حدش يعرفها, في بعض المؤرخين اتكلموا عنها بس بحاجات دي كلها أساسا مش شرط تكون حقيقية. Between the 3rd and the 10th centuries AD بعد الميلاد يعني. The original post has been shared. البوست ده شير لو طلعت فوق كده a few عدد قليل ولا فيه عدد قليل لا يكفي احنا واخدين الحاجات دي ولا ماتش ما ينفعش اقول مع ماتش تايمز انا اقول عدد مرات يبقى ميني تايمز فعلا البوست ده شير كتير بس برضو الدرس والمورال هنا مش كل حاجه بتشير على الفيسبوك وبتشير قدامك يبقى تصدقها لازم انت تتحرى حديث موضوع عن الرسول عليه الصلاه والسلام حاجات خطا وانت تشير اصل ايه متشيره ممكن حاجات في السياسه تهدم الدوله وتهاجم السياسه وتهاجم لا غلط مش صح ان انت تعمل كده وتلاقي نفسك في مشاكل فما ينفعش تشير اي حاجه تحركك من الامور لان دي كارثه احنا بنواجهها السوشيال ميديا The underline confirmed is a synonym هي مرادف لكلمه ايه alleged يزعم او يدعي claimed يزعم او يدعي doubted شك البي سايلنت ولا indicated اكد طبعا اكد indicated القطعة الكومبرينشنز تحتاج صبر وتحتاج مجهود وتحتاج فوكاب وتحتاج فهم لبعض الحاجات التاريخية يعني انت ممكن تفهمش عن كلمة سفينكس ما انتش عارف ابو الهول اصلا هي دي مشكلة والمشكلة عندك قطعتين فانت لازم تتدرب وتسمع الكلام ده وتحل The time when the statue lost its nose الوقت اللي فقد فيه التمثال انفه is not انت مكتوبة لك فوق unknown فانت ما تجيش تقول لي اتس نوت دي من ضمن الخداع في القطع اتس نوت ايه بقى مش معروف مش اتس نوت انون لا اتس نوت نون مش معروف نوت نون اللي هي انون يعني كلمه نوت نون هي انون ذا ستاتشو اوف ذا سفينكس واز كيرفد تو ريبريزنت كلمه ريبريزنت يعني يمثل ذا كينج ويز ذا بودي اوف ا لاين اسد مش معزه جوت ولا اليفانت ولا تايجر نمر هو شكل أسد. The underline word nonetheless is used to express أظن إحنا خدنا الأدوات الربط اللي تعبر عن السبب reason والresult والcontrast دي مع ذلك بتسوي never the less ما بتعبرش عن النتيجة
ولا تعبر عن الإضافة ولا تعبر عن الريزن السبب، هي تعبر عن الكونتراست. زي also زي but زي however زي nevertheless زي أدوات ربط كتيرة منها in spite of with despite بالرغم من regardless of و notwithstanding كل ده بالرغم من تناقض. The sphinx makes shift appearance of sleeping and the closed eyes can be contributed to إيه بقى reasons. الحوار ده يعود لأسباب عديدة برضو لو رجعت فوق. Few ولا a lot of ولا little ولا a few. طبعا أخذنا few عدد قليل لا يكفي. A few عدد قليل. هي طبعا مش little لأن little مع كميات هي a lot of. ما هي a lot of هي many. ماشي. هذه آخر حاجة صح. The statue تمثال. The statue is a demonstration هو إيضاح وتوضيح ومثال of the king's power ولا weakness ضعف ولا happiness سعادة ولا sadness حزن. موجودة نصا عندك في القطعة فوق. power تأكد قوة الملك رمز للقوة. ثم تمثال برمز أسد كده. This incident ده الدرس الأخلاقي shows that although social media is important ده يبين لك أن السوشيال ميديا مهمة جدا في حياتنا لكن it can spread قد تنشر news true حقيقي ولا false ولا trusted موثوق فيه ولا reliable يعتمد عليه. طبعا ما هو بتناقض بنقول لك بالرغم من أن السوشيال ميديا مهمة إلا أنها it can spread sorry الألم ويا it can spread True, no, false. هي فيك يعني حاجات مفبركة fabricated. وطبعا دراسة خطأ. reliable خطأ يعتمد عليها. السوشيال ميديا رغم أهميتها إلى أنها ممكن تسبب كوارث. أشوفكم على خير. ده نهاية الإيه الكويز الثالث اللي هو على Revision 3.